السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض حل كتاب بيت باي بيت سنة 6 ابتدائي الترم الأول 2024 المنهج الجديد. ومعنا النهاردة امتحانات على الوحدة الرابعة page 184. بداية من صفحة 184 هتلاقوا في صندوق الوصف أسفل الفيديو قائمة تشغيل فيها شرح كتاب بيت باي بيت بالكامل وحله، وكمان شرح كتاب المعاصر وحله، واهم امتحانات سنه 6 ابتدائي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدا مع بعض صفحه 184 من كتاب بيت باي بيت. هنا امتحانين هنحلهم مع بعض. الامتحان الاول الازهر الشريف. السؤال الاول listen and choose، استمع واختار. the correct answer، الاجابه صحيحه. هسمع واختار. I am shady on my last birthday. I got many presents from my friends and family. Everyone wished me happy birthday. السؤال الأول. السؤال الثاني محادثة ناقصة كلمات. Read and complete the dialogue. هنا جيب birthday up doing. يبقى what are you doing؟ ماذا تفعل؟ I am blowing up some balloons. بنفخ بعض البالونات. Why؟ لماذا؟ Because my birthday. لأن عيد ميلادي. Yesterday بيكون اليوم. السؤال الثالث قطعة عليها مجموعة من الأسئلة. نقرأ القطعة ونترجمها ونحل الأسئلة. Read and choose the correct answer. I am علا. أنا علا. On my last birthday في آخر عيد ميلاد ليا mom made a wonderful birthday cake. الأم عملت إيه؟ كيكة عيد ميلاد رائعة. It was very delicious. كانت لذيذة. All my friends كل أصدقائي liked it حبوها. It had a lot of chocolate فيها الكثير من الشوكولاتة and the fruit والفاكهة. My friends أصدقائي said قالوا it was the best كانت الأفضل. In the celebration في الاحتفال. I asked my mom. أنا طلبت من أمي. To make me another one. تعمل لي واحدة تانية. يبقى علا's mother. أم علا. علا's mother. Made a wonderful. عملت إيه؟ A wonderful on a birthday cake. يبقى كيك. علا's not attended the celebration. يبقى علا's friends. أصدقاء علا حضروا إيه؟ حضروا الاحتفال. هنا celebration الاحتفال. The celebration was for علا's birthday لعيد ميلاد علا. Everyone كل واحد liked the cake حب التورتة. علا asked her mother. علا طلبت من أمها. علا طلبت من أمها. To not يبقى to make another cake تعمل كيكة تانية. To make another cake. Page 185. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. From A, B or C. من الأربع اختيارات. I am not up the streamers. يبقى I am hanging up. أنا بعلق الأشرطة الملونة. We have a party today. عندنا حفلة اليوم. We invited many. عزمنا many guests الكثير من الضيوف. The birthday boy blew out the candles. طفى كل الشمع. With one breath. بنفس واحد. With one breath. My friend صديق is not. A party is organizing. مضارع مستمر. Am or is or والفعل في ing. صديق بينظم حفلة. At his house في بيته. At the moment في هذه اللحظة. They not decorating. أكيد they are. عشان مع they أو we أو you بيجي are. They are decorating the birthday cake. هما بيزينوا أو بيصمموا أو بيعملوا تورتة عيد الميلاد. السؤال الخامس. Reorder رتب. I am studying hard for my exams. I am studying hard for my exams.
أنا بذاكر بجدية لامتحاناتي. I got a birthday present. حصلت على هدية عيد ميلاد. Are you sending؟ هل أنت بترسل؟ The invitations، الدعوات أو دعوات عيد الميلاد. السؤال السادس، اكتب باراجراف على your free time، وقت فراغك. وأنا أجيب لي ولد بيلعب رياضة. طبعا your free time أحولها ل my free time، وقت فراغي. العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، وأسيب مسافة. قول مثلا I want to be healthy، أريد أن أكون بصحة جيدة. وأقول أنا بعمل إيه، بلعب رياضة إيه، بلعب مع مين، بلعب فين. ده هيبقى واجب، ولو مش واضح اكتبوا لنا في التعليقات، وإن شاء الله بعد ما نخلص شرح المنهج وحل الامتحانات هننزله مذكرة وشرحها عن كيفية حل الباراجراف، عن كيفية حل الباراجراف، ونحل مع بعض تيست اون يونت 4، امتحان كامل بقى على الوحدة الرابعة، بيج 186، صفحة 186. listen and write، استمع واكتب. تي لو الجملة ترو صح، اور اف لو الجملة فولس خطأ. نسمع ونحل، نسمع وايه ونحل. لو الجملة اللي انت سمعتها نفس الجملة اللي مكتوبة هتبقى ترو، طب لو مختلفة هتبقى فولس. in China people eat noodles on their birthday. the noodles are very long to represent a long life for the person. It's a tradition there. ياباني بيقول ايه؟ في اليابان الناس بياكلوا نودلز في اعياد ميلادهم. طبعا مش في اليابان، قال لي في الصين. النودلز قصيره؟ لا طبعا، قال لي طويله، يبقى فورس فورس. ثم هي بتمثل حياه اطول للشخص، اترو. هي تقليد هناك، اترو. السؤال الثاني، complete the dialogue، اكمل المحادثة with the following words، بالكلمات. celebrates يعني يحتفل، friends أصدقاء، invitations دعوات، party حفلة. سامي ومنير، سامي بيقول when is your birthday منير؟ امتى عيد ميلادك يا منير؟ قال له it's next month، الشهر اللي جاي. will you have a birthday party؟ هيبقى هتعمل حفلة عيد ميلاد؟ قال له sure، بالتأكيد. My family، احنا خدنا خلاص كده كلمة party. My family celebrates يعني بتحتفل. It be every year، كل سنة. قال له do you invite your friends؟ هل بتعزم أصدقائك؟ قال له yes. I send them، أنا بعت لهم أو أنا ببعت لهم email invitations. دعوات على البريد الإلكتروني. السؤال الثالث، choose the right answer، اختار الإجابة الصحيحة. from A B C أو D، من الأربع اختيارات. the boy is very happy، الولد كان سعيد جدا، كان سعيد جدا. when he is blowing out، لما كان blowing out the candles. طب ليه is blowing؟ عشان ده مضارع مستمر. am أو is أو are بيجي الفعل فيه ing. what هتبقى what are you doing، ماذا تفعل. I am not up the balloons، يبقى I am، أنا بعمل إيه في البالونات، بنفخها، blowing up. We know at my birthday in the club yesterday، we celebrated، احتفلنا بعيد ميلادي في النادي امبارح. I am not a big party tomorrow، يبقى I am having، أنا عندي حفلة كبيرة غدا، غدا. I am having a big party tomorrow. page 187، صفحة 187. I am not my exams next week، I am taking، أنا باخد امتحانات الأسبوع اللي جاي. am or is are جه معاها الفعل في ing. we will not the cake، will you help us. we will decorate، نزين الكيكة، هل هتساعدنا. not the boys flying their kites at the moment، at the moment مضارع مستمر، يبقى are the boys، are بيجي معاها الجمع. السؤال الرابع، read and match، اقرأ وصل A with B. كلمة adults
يعني البالغون. تبقى فول جروين بيبول نوت شيلدرن، الاطفال مكتملين او الناس مكتملين النمو مش الاطفال. I am tying. I am a tying. انا بربط. The streamers together. الاشرطة الملونة معا. Noodles are. Noodles نوع من انواع المكونة. يبقى are a long thin piece of food made from flour. مصنوعة طبعا من الدقيق. How many. كم عدد. يبقى how many people are coming. كم عدد الناس اللي جايين عشان نعمل حسابنا. How many people are coming. السؤال الخامس، قطع عليها مجموعة من الأسئلة، نقرأ القطعة ونترجموها ونحلوا الأسئلة. Read the text، اقرأ النص. And answer the questions، وأجب عن الأسئلة. I am أميرة، أنا اسمي أميرة. I don't have much free time، ما عنديش وقت فراغ كافي. On school days، في أيام المدرسة. When I have some free time، لما بيكون عندي وقت فراغ. On weekends، في عطلات نهاية الأسبوع. I read a book. بقرأ كتاب. Or go for a walk. أو بتمشى. I have free time on Saturday. عندي وقت فراغ. يوم السبت. And Sunday. يوم الأحد. There are many things. يوجد الكثير من الأشياء. That I like to do. بحب أعملها. In my free time. في وقت فراغي. I play. أنا بلعب. Computer games. ألعاب كمبيوتر. Watch films. بشاهد الأفلام. Read books. بقرأ الكتب. And listen to music. وبستمع إلى الموسيقى. I often. أنا غالبا. Go cycling. بركب الدراجة. With my friends. مع أصدقائي. I like trips. بحب الرحلات. Picnics. النزهات. And the parties. والحفلات. And I often. وأنا غالبا. Visit my grandmother. بزور جدتي. On weekends. في عطلات نهاية الأسبوع. أسئلة الاختياري. أميرة has free time. أميرة عندها وقت فراغ. On Saturday and هتبقى Sunday. يوم السبت والحد. طبعا تبقى للقطع. مش بحل من دماغي. بحل من القطع. In أميرة's free time. في وقت فراغ أميرة. She plays. هي بتلعب إيه؟ اللي هي بتلعب computer games. بتتفرج على الأفلام وتقرأ كتب وتستمع للموسيقى. طبقا لإيه؟ للقطع كمبيوتر جيمز. النوع الثاني من أسئلة القطع answer أجب. Answer the following questions. أجب عن الأسئلة الآتية. When doesn't she have much free time؟ إمتى مش عندها وقت فراغ؟ تبقى on school days. What does she do on weekends؟ هي بتعمل ايه في عطلات نهاية الأسبوع؟ What does she do on weekends؟ بتعمل ايه؟ ممكن she reads a book، بتقرأ كتاب. Or go for a walk، أو بتذهب للتمشي. Page 180 8. صفحة 188 وتكملة الامتحان. صحح الصياغة. Complete the sentences، يعني أكمل الجمل. With the correct form، بالصيغة الصحيحة. In practice، بين الأقواس. I am read a story at the moment. I am reading. أنا بقرأ. مضارع مستمر. Am with the R و ING. في هذه اللحظة من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. A lot of people watch the match today. لا تبقى are watching، بيتفرجوا على الماتش النهاردة. Is the students cleaning their class now? Are عشان الطلاب هنا يا جماعة. هل الطلاب بينظفوا فصلهم الآن؟ Noah is eating at the moment. She is doing exercise. يبقى isn't. Noah مش بتاكل دلوقتي، دي بتعمل تمارين. السؤال السابع، رتب. Most children like party food. معظم الأطفال بيحبوا طعام إيه؟ الحفلة. حفلة عيد الميلاد مثلا. يبقى most children like party food. There
they're decorating، هم بيزينوا. the birthday cake، كيكة عيد الميلاد. can you blow up some balloons، ممكن تنفخ بعض البالونات. I يعني أنا. I attended، أنا حضرت. a big party، حفلة كبيرة. last week، الأسبوع اللي فات. last week، الأسبوع اللي فات. السؤال الثامن، اكتب باراجراف من 50 كلمة using the following guiding elements، باستخدام العناصر الإرشادية الآتية. getting ready for the exams، الاستعداد للامتحانات. طبعا أنا بكتب العنوان في نص سطر، ناخد بس فكرة الباراجراف. getting ready for the exams، العنوان بين علامات تنصيص. هسيب مسافة أول سطر، هنا جيب لي كلمة hard و revision يعني بجدية ومراجعة. هبدأ أتكلم، هقول مثلا I should study hard for my exam، أنا لازم أذاكر بجدية لامتحاناتي. I made many revisions، عملت الكثير من المراجعات. وأبدأ أتكلم. إن شاء الله قريبا هننزل شرح الباراجراف، إزاي نكون الجمل، هننزل أهم الموضوعات في اللغة الإنجليزية، وده واجب. لو مش واضح اكتبه لنا في التعليقات. السؤال التاسع، بنكتويت علامات ترقيم. It's my birthday، هنا الاي لازم تبقى كابيتال، وقبل الاس ابوستروفي، طب في نهاية الجملة نقطة. هنا الدبليو كابيتال، وقبل الار اي ابوستروفي، اختصار علامة استفهام. ليه يا مستر؟ هنا عشان بدأ بضمير حطيها نقطة، هنا بدأ بلا استفهام يبقى علامة استفهام. كده يبقى خلصنا امتحانات الوحدة الرابعة. ما تنسوش الاشتراك للقناة واللايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.